السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في أضواء على الأحداث لهذا اليوم. ونناقش في ملفنا الأول قانون قيصر لمعاقبة المتعاملين مع النظام السوري، والذي أقره مجلس النواب الأمريكي بالإجماع ويفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه. المشروع يحمل اسمه قانون قيصر نسبة للاسم الحركي للضابط السوري المنشق عن النظام، والذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في السجون السورية. التشريع الجديد يفرض عقوبات على الأجانب الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين في قوات النظام أو في الميليشيات التي تقاتل لصالح النظام أو نيابة عنه أو لصالح روسيا وإيران فوق الأراضي السورية. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الكاتب والمفكر السوري دكتور محي الدين اللذقاني. دكتور محي الدين، كيف تنظر لسياق هذا التشريع الجديد الذي سنه النواب الأمريكي في الوقت الذي بدل أن يفرض العرب عقوبات على النظام السوري يتسابقون إلى فتح السفارات في دمشق؟ العرب أخطأوا القراءة وأخطأوا البوصلة. منذ أن أعلن ترامب أنه سيسحب ولم يسحب قواته من أمريكا، ظنوا أن الأمور انتهت وأن بإمكانهم من سوريا أن الأمور انتهت وأن بإمكانهم أن يطبعوا مع النظام ويحاولوا تعويمه، فقرأوا الرسالة بشكل خاطئ. القانون قيصر هذا يراوح في الإدارة الأمريكية ما بين الكونغرس وبين البيت الأبيض الآن منذ 3 سنوات. هذا القانون بالذات هو الحبل الحقيقي الذي يلتف حول رقبة بشار الكيماوي. لماذا؟ فسر لنا هذا القانون، يعني ما الذي يتضمن هذا القانون؟ هذا القانون أولا هو يتعلق ب 55 ألف صورة لضحايا ماتوا تحت التعذيب وقتلوا في زنازين النظام. وقيصر كان، وهو الاسم الحركي لهذا الضابط السوري، كان مصور يصور كل جريمة، يوثقها، يعرف من أين أتت الجثة ومن أي فرع وأين تم قتل هذا. بالتالي 55 ألف صورة قايض عليها أوباما، لأنه وقتها كان يريد الاتفاق النووي مع إيران، وقايض عليها بالمسألة السورية وأجل هذا القانون أكثر من مرة. الآن حين يقر الكونغرس بالإجماع، ما يزال ترامب يملك إمكانية أن يوقفه، لكن في القراءة الثانية وإذا أقر مرة ثانية فلن يستطيع أن يوقفه أحد. هذا القانون هو الذي يؤسس للعدالة وللمحاسبة لكل المجرمين من النظام السوري وحتى من غير النظام السوري، لأنه هذه المرة يشمل الميليشيات الطائفية، يشمل حتى القوات الروسية، فروسيا نفسها مشمولة بالعقوبات. لا أظن أن ترامب يمكن أن يقدم على رفضه أو إعادته للكونغرس. لنسأل هذا السؤال للكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية دكتور محمد عويس، معنا من واشنطن. دكتور محمد، نرحب بك في أضواء على الأحداث. من الناحية القانونية والدستورية، ما هي احتمالات أن يتحول هذا المشروع الذي اقترحه الكونغرس مجلس النواب الأمريكي إلى مشروع قانون ويوافق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ المشروع القانون هنا هو موجود من سنة 2016، لكن الآن هذا هو طلب من الكونغرس للرئيس الأمريكي بعمل تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان وارتكاب جرائم بحق الإنسان السوري من قبل النظام أو غير النظام، ليس فقط النظام، حتى بعض المنظمات الإرهابية المتواجدة هناك على الأراضي السورية من العصابات التابعة لإيران، تنظيم داعش، حزب الله اللبناني، كل هؤلاء يعني عرضة للمساءلة. لكن الآن هل سيقدم التقرير الرئيس الأمريكي، هل سيقدم هذا التقرير بوقت محدد، أو هل سيعارض الرئيس موضوع سؤالي عن ترجيحك، يعني هل ترجح أن الظروف السياسية الآن في الشرق الأوسط مواتية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يستخدم هذا القانون كورقة ضغط ليس فقط على النظام وإنما أيضا على روسيا وإيران؟ أنا برأيي الرئيس سيقوم بمقايضة الموقف الكونغرس مع روسيا وليس ضد روسيا وللضغط على روسيا. معروف عن الرئيس الأمريكي أنه منذ وصوله إلى سدة الحكم لم يقوم بأي شيء
يعارض سياسة بوتين في منطقة الشرق الأوسط وحتى هو في العالم. فلذلك هو متفق مع بوتين على حماية أمن دولة إسرائيل في المنطقة، ولذلك سيعطي بوتين مجال كبير جدا للمناورة، خاصة أن هناك شراكة استراتيجية بين نظام بوتين إيران ونظام القتل الأسدي في سوريا. لذلك لا أتوقع أن يكون هناك تحرك سريع، لأن الآن تنتقل القضية من الكونغرس الذي طلب من الرئيس أن يقوم بهذا التحقيق إلى يد الرئيس الذي يتخبط دائما في معظم المشاريع التي تأتي له من الكونغرس. وكذلك يجب علينا أن نتذكر أن معظم المستشارين الاستراتيجيين للبيت الأبيض إما استقالوا أو أقيلوا، بما فيهم وزير الدفاع الأمريكي ونائب وزير الدفاع الأمريكي، وأمس استقال رجل آخر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض. فلذلك أنا برأيي لن يكون هناك أي نتيجة من هذا، خاصة في ظل وجود الرئيس الأمريكي في سدة الحكم. طيب ابقى معي دكتور عويس. إذا دكتور محي الدين، ألا يعتبر الرئيس الأمريكي بتخبطه الواضح في سياسة الشرق الأوسط وخاصة في سوريا ربما حسب البعض غير موثوق، يعني غير مؤتمن على هذا القرار، كما قال الدكتور عويس يمكن أن يستخدمه ترامب كبازار سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ البازار السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قائم منذ أيام أوباما، وكل ما قام به الروس في سوريا كان بعلم الإدارة الأمريكية وموافقتها، يعني هذا ليس جديدا. الجديد في الموقف الآن أن هذا التقرير يخيف، ليس روسيا، يخيف الآن الدول العربية التي حاولت أن تقترب من النظام والتي الآن حذرت نفسها لأن تقول والله نحن مستعدون للإعمار. في نص القرار هناك كل من يتعامل معه، كل من يشارك في إعادة الأعمار في مناطق يديرها النظام، كل من يشارك معه في مشاريع الطاقة. وأيضا يجب أن تأخذ بالاعتبار أن هذا القرار تزامن مع قرار أوروبي صدر قبله بيومين بعقوبات على شركات وشخصيات سورية، كلها من الشخصيات المحيطة بالبشار الكيماوي الذي يسمونه الرئيس السوري. هذين التقريرين الآن يحددان تماما أنه لا يمكن أن يبدأ أي حل سياسي أو إعادة أعمار في سوريا ما لم يتم هناك اتفاق على المرحلة الانتقال السياسي. الآن معظم أموال التعمير التي الآن الخوف على المليارات الموجودة في دبي التي هربها أعوان نظام الأسد، بشرى الأسد المخلوف في دبي الآن، من الأموال السورية المسروقة من الشعب السوري أكثر من 70 مليار. هؤلاء هم الذين يخافون من هكذا قرارات. أما التفاوض بين روسيا وأمريكا فهو قائم. طيب على كل حال دكتور محمد عويس، لا أدري إذا كان الأمريكيون في الداخل الأمريكي مهتمون بهذا القانون، كيف قرأ الإعلام الأمريكي هذا القانون؟ يعني مروا مرور الكرام عليه، لأنه مشغولون ببلاوي ومشاكل الرئيس الأمريكي، من إغلاق الحكومة إلى التخبط في الوزارات الأمريكية وعدم قدرة الرئيس الأمريكي على تحقيق أي شيء من الوعود الانتخابية. لكن دعني يعني أعقب على ما تفضل به الأخ في الاستوديو. القانون الأمريكي واضح، التشريع هو من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وموافقة مجلس الشيوخ، ولكن التنفيذ هو على الرئيس الأمريكي. فلذلك يعني قانون قيصر، نعم هم طلبوا تحت القانون أظن 5713 هو رقم القانون الأمريكي، ولكن الآن لا يستطيع الكونغرس الأمريكي فرض أي شيء على الرئيس الأمريكي أن يقوم به، طالما أنه يستطيع أن يقول بسبب علاقاتنا الدولية ومن أجل الأمن القومي الأمريكي نحن نبحث بهذا الموضوع، ولكن لن نقوم بأي شيء حتى تظهر لنا أمور أخرى في المنطقة. فلذلك برأي الرئيس الأمريكي قادر قانونيا أن يؤخر البدء في هذا الموضوع حتى تنتهي فترة ولايته، وبعد ذلك تلقى هذا الموضوع على عاتق الرئيس الذي سيأتي بعده. ولكن بنفس الوقت ما قاله الأوروبيون، أنا برأيي الأوروبيون متفرقون كذلك، وهناك من يقف مع الأسد، هناك من يقف ضد الأسد، ويتخبطون كذلك بسبب المشاكل التي بين الأوروبيين نفسهم
وخاصة بعد يعني التهديد بخروج انجلترا او بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، وهذا خطير جدا كذلك. اذا لم يكن هناك اتفاق ستصبح كما يقال باللغة العربية العامية حارة كل من ايده. شكرا لك الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية دكتور محمد عويس، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. دكتور لذقاني، في الموضوع السوري ايضا هناك قمة اليوم بين بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه القمم التركية مع روسيا ومع إيران في حل المسألة السورية؟ أردوغان يحاول مع الولايات المتحدة الأمريكية ويحاول مع روسيا أن يقيم المنطقة الآمنة في شمال سوريا، وهذه أيضا مثل مشروع قيصر، مشروع عمره 4 سنوات تأخر كثيرا، ويبدو أن العلاقات التركية الأمريكية في الفترة الأخيرة قد تحسنت إلى حد كبير. الآن يعتقد الرئيس أردوغان أنه عنده موافقة من تراب على المنطقة الآمنة، يريد أيضا الاتفاق مع بوتين على هذه المنطقة وحدودها وحجم، هل تدخل فيها محافظة إدلب أم إدلب تبقى كما هي محكومة باتفاقيات سوتشي. لكن ما يمكن أن يمنح الروس لرجب طيب أردوغان في موضوع المنطقة الآمنة، لأن موقف الروس كان واضح أن كل المناطق السورية يجب أن تخضع لحكومة بشار الأسد. هذا كلام عام، يعني لا يمكن، الروس قالوا كلاما كثيرا ثم تراجعوا عنه. المنطقة الآمنة تشمل 3 محافظات، وإذا أضيفت إليها إدلب سيكون هناك 4 محافظات. 3 محافظات منها القوى الحقيقية التي تسيطر فيها على الأرض هي قوى متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية وليست متحالفة مع روسيا، فبالتالي تستطيع روسيا أن تلاعب تركيا في إدلب، لكنها لا تستطيع أن تلعبها لا في الحسكة ولا في الرقة ولا في جزء من دير الزور، لأنه تلك المناطق مع قسد. طيب، وقوات الحماية. ولكن أن قسد تتفاوض مع النظام السوري وبرعاية الروس على تسليم كل هذه المناطق للنظام السوري وفق شروط قسد، والتي ربما لا يرضاها النظام السوري. الأكراد يتفاوضون مع الجميع وينظرون في كل الاتجاهات وينتظرون فرصة تاريخية لعقد صفقة تحمي مكتسباتهم، مثلهم مثل الروس. يعني الآن الروس نفسهم يحاولون تحصين ما حصلوا عليه بالغزو العسكري وبالجرائم التي ارتكبوها في سوريا. مجرد أن تراجعت أمريكا وقالت أنها لن تسحب قواتها إلا على المدى البعيد، تراجع الأكراد وعادوا إلى التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان الرئيس التركي يقول بشكل واضح أنه نحن أيضا نحمي الأكراد، ويقول أيضا عندنا 300,000 من كوباني نفسها، ويقول عندنا أن 18 مليون كردي، فإذا صفقته مع بوتين يمكن أن تكون أنه لن يكون هناك حرب ضد الأكراد، لكنني أستطيع أن أضبط هذه المنطقة إذا أنتم أوقفتم النظام السوري عن التدخل، حتى لا يكون هناك مواجهة مباشرة بين تركيا وبين النظام السوري. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى نعود، هل الولايات المتحدة تؤتمن على الموضوع السوري؟ هناك تقارير بالتأكيد اطلعت عليها أن هناك ورقة روسية مقدمة للولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع المنطقة الشمالية للأكراد واحتمال إقامة كونفدرالية شبيهة لشمال لمنطقة كردستان في شمال العراق. الولايات المتحدة يعني هل يمكن هي أن تقدم قصد على طبق من ذهب للنظام السوري وللروس؟ يعني عمليا الولايات المتحدة الأمريكية في حساباتها الاستراتيجية والتكتيكية قالت دائما أن تحالفها مع الأكراد هو تحالف مؤقت، والتحالف الحقيقي هو مع القوات التركية، مع الدولة التركية والتي هي عضو أساسي في حلف الناتو. في النهاية أي رئيس، ترامب أو غيره أو الكونغرس أو الوزارة الخارجية الأمريكية، تضع الموازنة، هل الأفضل لنا أن نحافظ على حليف بهذه القوة وعنده أكبر سادس جيش في العالم، أم نتحالف مع مجموعة من المقاتلين على الأرض يمكن أن يتفرقوا حول أهدافهم ومصالحهم في أي لحظة؟ الخيار الأمريكي واضح، هم مع التحالف مع تركيا في نهاية المطاف. المشكلة الآن للروس وليس للأمريكان، الروس الآن يتقاتلون مع حلفائهم الإيرانيين داخل الأرض السورية. حما أمس تمت فيها عشرات المعارك بين ميليشيات طائفية إيرانية وبين قوات روسية. ما السبب؟ أنا سمعت عن هذا الموضوع، يعني لا توجد معلومات واضحة.
عن المعارك، عن حقيقة الأسباب التي أدت لنشوب هذه المعارك. الأسباب واضحة تماما، هناك إعادة هيكلة للجيش السوري يحاول أن يقوم بها الروس، عندهم الفيلق الخامس هو موالي لهم، وعند الفرقة الرابعة التي هي بقيادة ماهر الأسد لا تريدهم ولا تريد أن تتعاون معهم. طلب منهم إخلاء منطقة شاسعة في سهل الغاب، من سهل الغاب قرب حماة، بين حماة واللاذقية، فالفرقة الرابعة رفضت، الفيلق الخامس اشتبك معها. أيضا الميليشيات الطائفية الآن ساعدت الفرقة الرابعة ضد قوات روسية وضد قوات أخرى. إذن حينما يصل الاشتباك بين الروس والإيرانيين داخل سوريا إلى هذا الحد، نعرف أن روسيا كانت دائما تريد حلا بموافقة أمريكية، والآن الجميع يجمعون على ضرورة إخراج إيران من سوريا، لذا تدور كل هذه المعارك، تضرب إسرائيل، روسيا تضرب، الميليشيات تضرب. المشكلة في سوريا، ودعني أحددها بوضوح، أن الميليشيات الطائفية وقوات الحرس الثوري في سوريا الآن أكبر من الجيش السوري وأكبر من قوة الأمن السورية، وهذه التي تحتاج إلى تدخل عسكري عالمي للخلاص منها. الكاتب والمفكر السوري دكتور محي الدين اللاذقاني، شكرا لك.